هي مرحلة كروية تخطط حدود عن المستطيل الأخضر، بل هو صراع بين العشق والكراهية، بين الرياضة والسياسة، بين القومية والمجد. في هذا الفيديو راح نتكلم عن أسرار الصراع التاريخي بين نادي ريال مدريد وبرشلونة، ونغوص بأعماق ونكتشف أسرار الكراهية التاريخية بين قطبين الكلاسيكو. El Clasico has serious political, social and historical agendas behind its rivalry. So for these guys, it's more than a club and more than a game. For us, it's all. If we win, we have a very good month. People feel the match. Yeah. It's a different feel. I think it's one of the biggest games in the world, really. When the Clasico comes around, it is just number one. It's the priority. Clasicos, timers. الإسبان يرون هذا الكلاسيكو ليس ملحمة كروية فحسب، بل هو صراع ثقافات وصراع عادات وتقاليد بين القومية القشتالية المدريدية وبين إقليم كتالونيا. فالقشتاليون يرون أن إقليم كتالونيا هو إقليم غوغائي وفوضوي، أما إقليم كتالونيا فينظرون إلى الإقليم المدريدي إقليم غاصب ومحتل ويجب التخلص منه. Tensions are rising in Catalonia. An independence referendum is planned for October the 1st, and if the majority vote yes, the Catalan government says it will declare independence from Spain. The main goal of these measures is to go back to legality, because there cannot be a portion of a country where law is not applied, where law does not exist. And at the same time, we need acceptable secession attempt on its national territory, he says, which it will resolve using legitimate democratic institutions, respecting our constitution, adhering to the values and principles of the parliamentary democracy in which we have lived for 39 years. خلينا نتكلم عن وضع إسبانيا. في القرن 18 كان في هناك دولة اسمها دولة كتالونيا، إلها عاداتها وتقاليدها ولغتها الخاصة اللي هي اللغة الكتالونية، وكانت تقع عند شرق الجزيرة الأيبيرية. وفي تاريخ 11/9/1713 غزا الملك فيليب الخامس إقليم كتالونيا واحتله بالكامل، واحتل العديد من الأقاليم حول الجزيرة الأيبيرية وضمها إلى مملكته إسبانيا اللي إحنا شايفينها بالوقت الحالي. دخلت كرة القدم إلى إسبانيا عن طريق المعلمين والطلاب اللي كانوا يدرسوا في جامعة كامبريدج وجامعة أكسفورد البريطانية. ومن هاي النقطة بنبدأ نتكلم عن كيف في تأسيس نادي ريال مدريد، حيث انه في عام 1899 طلاب هذول بيرغبوا في تأسيس نادي كرة قدم، بحيث انه بيمارسوا رياضتهم المفضلة رياضة كرة القدم، وسموا هذا النادي سكاي نيو فوتبول. كانوا يلعبوا كرة قدم مع المدن المجاورة كل يوم احد. ولكن بعد 3 سنوات دب خلاف كبير بين اعضاء هذا الفريق، وبالتالي هذا الفريق سكاي نيو فوتبول انقسم الى قسمين، فريق اسمه نيو فوتبول كلوب وفريق ثاني اسمه نيو فوتبول مدريد اللي هو ريال مدريد الحالي. وفي تاريخ 6/3/1902 اعلن رسميا عن تاسيس نادي اسمه نيو فوتبول مدريد، واول رئيس كان اسمه اخوان بيدوس. اما بالنسبه لنادي برشلونه فوان جامبر اللاعب السويسري ذو الوصول على الاسبانيه نزل اعلان في جريده اسمها لوس ديبورتس عن رغبته في انشاء نادي كره قدم، وبالفعل اجى العديد من اللاعبين من جنسيات سويسريه والمانيه واسبانيه حتى انهم ينضموا لنادي برشلونه. وفي تاريخ 22/10/1899 اعلن رسميا عن اقامه نادي برشلونه، واول رئيس لنادي برشلونه كان هو خوان جامبر، واول مدير لنادي برشلونه كان اسمه والتر وايت. بداية الفريقين في المشاركة في البطولات، نادي برشلونة شارك في بطولة اسمها بطولة مكاي، وحقق هاي البطولة وهي أول بطولة في تاريخ نادي برشلونة. وأول بطولة رسمية شارك فيها نادي ريال مدريد هي بطولة كأس التتويج اللي هي حاليا اسمها كأس الملك الإسباني. كأس ملك إسباني هي فكرة لنادي ريال مدريد، وكان هدف هاي البطولة تكريم الملك ألفونسو 13. وفعلا بدت أول بطولة لكأس الملك الإسباني عام 1903، وشارك فيها 5 أندية انه هو ببرشلونة ونيو فوتبول مدريد وبيسكا دي بانباو ونادي اسبانيول ونادي نيو فوتبول كلوب اللي انفصل عن نادي ريال مدريد. وفي نصف النهائي لعب نادي برشلونة ضد نادي ريال مدريد، ولعب نادي بيسكا ضد نادي اسبانيول. استطاع نادي برشلونة ان يغلب نادي ريال مدريد في النصف النهائي الاول 3-1، وكانت المباراة على ملعب في مضمار الخيل. وفي نصف النهائي الثاني استطاع نادي بيسكا ان يغلب نادي اسبانيول، وفي النهائي
2020 لعب نادي برشلونة ضد نادي بيسكا دي بالباو وانتصر فيها نادي بيسكا دي بالباو 2-1، وبالتالي أول بطل لبطولة كأس إسبانيا كان نادي بيسكا دي بالباو. وخلال تلك الفترة كانت العلاقات ممتازة جدا بين نادي ريال مدريد ونادي برشلونة، إلا أنه كان إقليم كاتالونيا كان دائما يحاول أنه ينفصل عن إسبانيا، ولكن كان دائما محاولاته فردية دون أي قيادة، وبالتالي كل محاولاته اللي من عام 1714 لغاية الآن أنهم ينفصلوا عن إسبانيا كانت جميعها محاولات فاشلة، لأنه كانت محاولات فردية وما إلها قيادة حكيمة، وبالتالي كل محاولة لأقليم كاتالونيا أنه ينفصل كانت تصطدم بالحكومات الإسبانية المتعاقبة اللي كانت قادرة أنه تخمد هاي المطالبات من بداية. وفي عام 1920 وتكريما لنادي ريال مدريد أعطى الملك ألفونسو 13 نادي مدريد لقب الملك، وبالتالي تحول النيو فوتبول مدريد إلى نادي ريال مدريد القائم حاليا. وفي عام 1936 اجى الجنرال فرانكو وعمل انقلاب على الحكومات في مدريد واستعمر اسبانيا بالكامل، صارت حروب اهليه كبيره في اسبانيا. بعد ما قضى عليها فرانكو اول شيء عمله انه غزا اقليم كاتالونيا وقتل الانفصاليين واللي بيرغبوا بالانفصال عن اسبانيا، ومنهم العضو اليساري في اقليم كاتالونيا جوسيب سا. وسياسات فرانكو هاي ما كانت عاجبه لا ادارات نادي ريال مدريد ولا ادارات برشلونه، ولكن كان طبيعة كل الدكتاتوريين بيحاولوا انهم يروجوا لهم عن طريق نادي كرة قدم، لانها كانت اللعبة الجماهيرية الاولى في اسبانيا، ويحاول انه يفرض اراءه السياسية من خلال نادي كرة القدم اللي بيكون عبارة عن سلعة له. ففرانكو كان امام خيارين، اما انه يستحوذ على نادي اتلتيكو مدريد الاقل جماهيرية او نادي ريال مدريد الاعلى جماهيرية، فقرر انه يستحوذ على نادي ريال مدريد. مثل ما عمل بالضبط الجنرال البرتغالي انطونيو مع نادي بنفيكا، عمل فرانكو مع نادي ريال مدريد. وبعد ما قرر انه نادي ريال مدريد هو اللي حيكون النادي الممثل للسلطة، أقال جميع رؤساء نادي ريال مدريد المناهضين لسلطته وعين رؤساء جدد، ونفس الكلام عمله مع نادي برشلونة، الرؤساء اللي كان بيطالبوا بالانفصال كلهم أقالهم أو قتلهم وعين رؤساء متعاونين مع إدارة فرانكو. بالرغم من كل هاي المشاكل إلا أنه الصراع لم يتعدى عن حدود السياسية، وبقيت الأمور الرياضية ممتازة بين الفريقين لغاية عام 1943، وبالتحديد في تاريخ 13/6 وفي غياب كأس الجنرال اللي هو كأس الملك الإسباني، وفرانكو غير اسمه من كأس الملك إلى كأس الجنرال. في مباراة الذهاب انتصر نادي برشلونة على نادي ريال مدريد 3-0. في الإياب وفي الشوط الأول كان التعادل بين الفريقين 1-1. إجا هنا فرانكو وقوات فرانكو هددوا لعيبة نادي برشلونة بين الشوطين وحكولهم إذا ما تأهل نادي ريال مدريد إلى النهائي راح نقتلكم جميعا. وبالتالي لعيبة برشلونة بالشوط الثاني كانوا خايفين بشكل كثير كبير، لأنه مش من المنطق إنك أنت تكون فايز في الذهاب 3-0 الشوط الأول، في الإياب تعادل 1-1، أنت بتخسر 11-1 بالشوط الثاني، تتلقى 10 أهداف بالشوط الثاني، إلا إذا كان في فعلا تهديد من السلطة يوم هذا نادي برشلونة. وفعلا هذا اللي صار، وكل الحقائق بتقول إنه فرانكو هدد لعيبة نادي برشلونة، وبالتالي هاي النتيجة 11-1 مو نتيجة يفتخر فيها جمهور نادي ريال مدريد لغاية الآن، بل هي عار على نادي ريال مدريد وتاريخ نادي ريال مدريد. المشجعين الحقيقيين لنادي ريال مدريد بيعتبروا هاي النتيجة عار على ريال مدريد وليست شيء يفتخر فيه. وهذا كان السبب الأول. أما السبب الثاني فهو انتقال دي ستيفانو لنادي ريال مدريد، حيث إن دي ستيفانو في عام 1949 وقع مع نادي كولومبي اسمه ديبورتيفو لوس ماريوس، ولعب مباراة في 1952 مع نادي ريال مدريد، واستطاع النادي الكولومبي أن يغلب نادي ريال مدريد بنتيجة 4-2، وعجب سانتياغو برنابيو رئيس نادي ريال مدريد بمهارات اللاعب دي ستيفانو، وبالتالي طلب التعاقد معه. وما كان بيعرف انه نادي برشلونة عم بتفاوض مع ريفر بليت نادي الاصلي، ريال مدريد يتفاوض مع النادي الكولومبي اللي كان كمان بعقله انه يتصرف باللاعب كونه اللاعب بيلعب معه لنهاية تاريخ 1954. وفعلا دي ستيفانو وقع عقدين، وقع عقد مع نادي برشلونة ووقع عقد مع نادي ريال مدريد. ولما يجوا يسجلوا دي ستيفانو الاتحاد الاسباني رفض هذا التسجيل لانه لازم يكون مع نادي واحد. الفيفا اقرت بعقد نادي برشلونة، ولكن
الاتحاد الاسباني رفض هذا العقد تماما بحجة انه ريال مدريد يتفاوض مع الفريق اللي بيلعب فيه دي ستيفانو حاليا وليس فريقه الاصلي عكس نادي برشلونة. وبالتالي قرر الفيفا ان يرسل شخص اسمه ارماندو كاليرو مونوز. وهذاك ارماندو كاليرو مونوز اقترح اقتراح انه يلعب موسم مع نادي ريال مدريد ويلعب موسم مع نادي برشلونة وبعدها منشوف شو مستقبل اللاعب. وبالفعل تمت الموافقة على هذا المقترح من نادي ريال مدريد ونادي برشلونة. ولعب دي ستيفانو مع نادي ريال مدريد موسم 53-54. ولما يجي يلعب مع نادي برشلونة موسم 54-55 الاتحاد الاسباني رفض تسجيل دي ستيفانو مع نادي برشلونة وقال لنادي برشلونة بالحرف الواحد اذا انتم بدكم دي ستيفانو يلعب معاكم لازم تدفعوا لنادي ريال مدريد 4.5 مليون بزيتا اسبانية ما يعادل 10 مليون دولار واحنا عارفين 10 مليون دولار بايام الاربعينات والخمسينات كانت بتسوى كثير. وبالتالي برشلونة ما كان قادر انه يدفع الاربع مليون بزيتا لنادي ريال مدريد طار انه يستغني عن خدمات دي ستيفانو لصالح نادي ريال مدريد. واول لقاء جمع الفريقين دي ستيفانو سجل هدفين على نادي برشلونة. اما السبب الثالث فكان نهائي الزجاجات في عام 1968 نهائي كاس اسبانيا في ملعب نادي ريال مدريد سانتياغو برنابيو. جمهور مدريد رمى الحكم بالزجاجات بحجة انه هذا الحكم كان بحب برشلونة اكثر من نادي ريال مدريد وعم بيغاوز مع نادي برشلونة. ومن بعد هاي الحادثة الاتحاد الاسباني منع دخول الزجاجات الى الملاعب. والسبب الرابع هو انتقال اللاعب لويس فيغو كابتن نادي برشلونة في عام 2000 الى نادي ريال مدريد اولى صفقات الثعلب بيريز. بالتالي هاي الاربع مشاكل كانت سبب حقيقي لكره الجمهورين لبعض، اثنين سياسيات واثنين رياضيات. وبالوقت الحالي قل التنافس السياسي وصار التنافس بين الفريقين الرياضي الا عندنا بيدخل بعض الشعارات السياسية في الصراعات ولكن لا تؤثر. وزادت حدة التنافس بينهم بعد ظهور النجمين ميسي وكريستيانو رونالدو. ميسي بيمثل برشلونة وكريستيانو رونالدو بيمثل ريال مدريد. وبالتالي وعناصر السوشيال ميديا والبيئة النسبية ساهمت بانتشار هذا الكلاسيكو بشكل كثير كبير. وبالتالي انتقل الصراع من فقط لإسبانيا للعالم كله. فالجمهور البرشلوني متعاطف مع اقليم كاتالونيا والجمهور المدريدي متعاطف مع مدريد. فحتى الافكار السياسية دخلت للجمهور الغير اسباني. ولكن تبقى شعارات سياسية لا تؤثر على التنافس الكروي بين الفريقين. هذا ما كان في جوبتنا عن موضوع الكلاسيكو ويعطيكم العافية وسلام.